إنها ليلة مسكونة بالخوف، طقوس من عالم آخر. عمي عايز كده شيش طيح نديرو في البيت في أصدقاء. شوفوني الدريات. شوفوك الدريات. شاط. يلا يلا. معشوقة عاشق من عالم الجنون. يا ترى من يكون؟ نادين 28 سنة. اختفت يوم 10 شتنبير 2010. شرف ناصر. من أذكر المحققين اللي عرفت حياتي المهنية. مع 44 دقيقة سمعت الصرخة ديال النادي. مولات الجبال ديما كتخرج بالليل حتى صخرة النمرة. شعرها كحل ولابسة كسوة بيضاء. ضربة بولا مبروكة. انت خرجي شي الشاب بالضبط إلى جميع الوحدات المرجو إغلاقوا المراقبة مجنية خارج المدينة. الدباح كان يعاني من شتى أمراض نفسية. طلاسيم. كان يوهم الناس أنه راقي. أصلا مكانش مغبش لهذا لا.